عايزين نيافتك تكلمنا أكتر عن آخر أخبار الإيبراشية، خصوصا بعد شراء كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين. طبعا نشكر ربنا ان الكنيسه دي لقيناها في الفتره اللي فاتت، ويعني كل الاشياء طبعا معنى الخير، هو اللي دفعنا ان احنا ندور على كنيسه. يعني الكنيسه اللي كنا مأجرينها عشان نصلي فيها اتقفلت عشان ظروف كورونا وكده، فابتدى الشعب يدور على مكان يصلي فيه، فربنا بعت لنا الكنيسه دي. هي بتسع حوالي 200 شخص في نفس المنطقه، يعني تقريبا اللي كانوا مأجرين فيها الكنيسه اللي بيصلوا فيها. ونشكر ربنا الامور مشيت بسلام يعني، وربنا وفقنا يعني. هايل، وابتدينا بالفعل الخدمات في الكنيسه. انا ان شاء الله رايح الاسبوع اللي بعد الجاي، الحد اللي بعد الجاي، عشان افتتحها وتبتدي يعني الخدمات فيها. هايل، ممكن يفتك يا سيدنا طمنا على احوال الايبراشيه طبعا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وايه الاجراءات اللي بتتخذها الكنيسه للحد من انتشار هذا الفيروس؟ والحقيقه احنا يعني احنا عدينا مرحله الخطر في كورونا، والامر اصبح يعني تحت السيطره في امريكا. هايل، بصفه عامه الاعداد بتقل بطريقه ملحوظه جدا. طبعا ده السبب الاول بسبب وجود الفيروس، سوري، بسبب وجود الفاكسين. بقى متاح في كل حته بجميع انواعه، يعني سواء فايزر او مودرنا، فده طبعا قلل الاعداد كثيره قوي، ونتيجه لذلك ابتدت الاجراءات الاحترازيه تقل برضه. هايل، يعني ابتدى موضوع الماسك ده يقل، موضوع التباعد ابتدى يقل، يعني ابتدوا ايه تدريجيا كده يقللوا من الاجراءات الاحترازيه عشان الاعداد يعني بتقل بطريقه ملحوظه. فنشكر ربنا، وطبعا الوضع انعكس على الكنائس برضه، يعني برضه طبعا اكيد ده بطبيعه الحال الاجراءات الاحترازيه تقل. طبعا ابتدى الاعداد كثيره تحضر القداسات اكثر من الاول، يعني انا شخصيا يعني قللت من الاجراءات الاحترازيه في الكنائس عشان نشكر ربنا، يعني معظم الناس خدت الفاكسين وكل شيء كويس يعني. سيدنا، يعني عايزين نعرف من نيافتك اخر التفاصيل الخاصه بالانشطه اللي بنقوم بها هذه الايام في الايبراشيه، يعني اكيد الشباب والاطفال كانوا بيمروا بظروف صعبه الفتره اللي فاتت نتيجه ابتعادهم عن الكنيسه، فاكيد في تعويضات خلال هذه الفتره، هل ممكن يفتح تكلمنا على اهم الانشطه الموجوده في الكنيسه حاليا؟ هو اهم حاجه حاليا نركز عليها مهرجان الكرازه، احنا عايزين نرجع مهرجان الكرازه تاني. السنه اللي فاتت ما عرفناش نعمله. فالشغل الشاغل دلوقتي ان احنا نعد المهرجان الكرازه في الصيف، ونرجع الشباب تاني والاولاد تاني الكنيسه، لان خليني اكون صريح معاكي، موضوع ان نشوف القداس على الزوم ومدارس الاحد طبعا على الزوم والكلام ده حقيقي، يعني يسكن بها انطباع ايجابي على الناس ان الكنيسه وصلت لهم لحد البيت لحد المكان اللي هم قاعدين فيه، بس في نفس الوقت ادت شويه كسل، يعني بنجد صعوبه ساعات ان احنا نقول للناس لا تعالوا بقى خلاص احنا الدنيا فتحت وتعالوا رجعوا الكنيسه تاني. وخصوصا الجيل الجديد اعتقد شخصيا ان ده هيكون سبب اساسي ان احنا نبتدي ايه ننشط الناس تيجي تاني وتستمر الخدمه زي ما كانت. ربنا يقويكم يا سيدنا، بشكرك جزيلا على وجودك معانا في نبض الكرازه، نيافه الحبر الجليل الانبا بيتر.